أكتر 10 دول في العالم حجم الدين الخارجي ليها وفق إحصائيات أمريكية عام 2019، والمقصود هنا بالدين الخارجي لدولة إجمالي الديون العامة والخاصة المستحقة لغير المقيمين في الدولة دي اللي هي عليها ديون، وبيتحدد على أساس سعر صرف العملة، والقيمة هنا في الفيديو بالدولار الأمريكي. التريليون بيساوي 1000 مليار. في المركز العاشر أيرلندا، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 2 تريليون و829 مليار دولار أمريكي عام 2019. في المركز التاسع أستراليا، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 3 تريليون و116 مليار دولار أمريكي عام 2019. في المركز الثامن الصين بما فيها تايوان وهونج كونج، حيث بلغ دين تايوان الخارجي حوالي 90 مليار دولار أمريكي، وهونج كونج حوالي 1 تريليون و648 مليار دولار أمريكي، والصين حوالي 2 تريليون و28 مليار دولار أمريكي، مالي حوالي 3 تريليون و866 مليار دولار أمريكي عام 2019. المركز السابع اليابان، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 4 تريليون و254 مليار دولار أمريكي عام 2019. في المركز السادس لوكسمبورغ، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 4 تريليون و267 مليار دولار أمريكي عام 2019. في المركز الخامس هولندا، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 4 تريليون و345 مليار دولار أمريكي عام 2019. في المركز الرابع ألمانيا، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 5 تريليون و671 مليار دولار أمريكي عام 2019. في المركز الثالث فرنسا، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 6 تريليون و356 مليار دولار أمريكي عام 2019. في المركز الثاني المملكة المتحدة، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 8 تريليون و722 مليار دولار أمريكي عام 2019. في المركز الأول الولايات المتحدة الأمريكية، بلغ إجمالي دينها الخارجي حوالي 20 تريليون و276 مليار دولار أمريكي عام 2019.